صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا أن الكبرياء في حق العبد مذموم إذا كان بغير حق، لا ولا يكون إلا بغير حق. الكبرياء في المخلوق لا تكون إلا مذمومة بغير حق، يعني ما له يتكبر وهو ضعيف فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يقال إن الكبرياء لا تذم في المخلوق إلا إذا كانت بغير، هي دائما بغير حق. نعم.